يلا سكبيها يا بطلة، شو ناطرة؟ الوقت له قيمة عندي كتير كبيرة كمان. اعملي مثل ما قلت لك هلا وخلصي من الموضوع كلياته، والا مجرد كاسة مي اكيد رح تكون كافية لبنتك الصغيرة. دورجا دورجا، أنا خايفة كتير. أنا ما رح أخليكي تنأذي أبدا. بترجاكي سامحيني، بس إذا ما بعمل هيك بنتي جدال صغيرة رح تنأذى. بترجاكي سامحي حماتك. أنا حماتي، أنا كبي المي علي، أنا بتحمى. لا لا اسكبي علي أنا. لا حماتي أنا. لا علي أنا. مليت، خلصينا بقى بسرعة، اسكبيها على وحدة منهم وإلا بنتك رح تنأذها. أنا أخذت القرار الصح وقت وقفت بصف جانجا واعتبرتها حماتي الحقيقية، وإلا كانت جدان هلأ سكبت المي علي أنا. أكيد أنا بعرفها. Ah!